شكرا. السلام عليكم. كي دايرين؟ عواشر مبروكه، رمضان مبارك سعيد، وكل ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. شكرا. كي داير بابا؟ لاباس عليك؟ بغيتي تطلع تضحك حتى انت؟ مرحبا. انا فرحان باش نكون معاكم اليوم هنا في ساحه ماريشال. انا شي 4 سنين وانا كاري ورا هذا الموبل هذا، الله العلي ما عمري تخيلت شي نهار غنجي نضحك انا. عواشر مبروكه. رساله للناس اللي كيمشيو يصليو التراوح، الله يرحم ليكم الوالدين، ما تشربوا الحريره حتى من ورا التراوح. راه ملي كتشرب الحريره وتمشي تصلي التراوح عرفتي كي كيولي الجامع. انا راه واحد صليت حداه البارح، الكراف سلاحهم بالخيط ديالهم، وقبطه ديال الكرافس ما ممضوغاش عبد الله، وبنادم كيتكرع حداك كتصحاب لك الفقيه اللي قال الله اكبر. انا البارح طلعت من السجود 4 المرات، واحد السيد صلى حدايا ملي سالا قال لي معاك بدر، قلت ليه انت فرس النار فاش واك. وبنادم صاحبي الحمص كيلوحو هكاك ما ممضوغش، فين كنتي؟ راه كاينه واحد العمليه سميتها الهضم، سميتها المضغ ثم السرد، عاد كتجي عمليه الهضم. راه ما خليتي المعدن انت ما دير لحتي ليها كلشي، كياكل داكشي الشباكيه سلو الحريره، كيسرد داك العشب كامل وكيقول لك ما كرهتش شي قرعه ديال المناضه باش نتفش. انت خاصك كيدرو ديال المازوط باش تفرقع، كي غادير تفش وكيخوي عليها زلافه ديال الحريره كتكا لك على الشباكيه. وديجا ضرب العدس البارح، العدس فيه الحديد، الشباكيه فيها المرطوب، انت راك واكل الموبل ديال السكن الاقتصادي. راه السلامه خصك تدوز في النشره الجويه. ولكن للاسف ملي كتشعل التلفازه ديالنا اول اشهار كيلوحوه لك مع الله اكبر، مع الفطور هو ديال ليكوشي زعما بالصحه والراحه بون ابيتي. كيساليو ليكوش كيجيبوا لك دوك الديور ديال 4 دريال اللي فيهم غير 40 متر وكيديروا لهم اغنيه. الله اودي كون كانت فيلا شنو غديروا لها النشيد الوطني؟ كيبيعوا لك دار، ولكن ملي كتمشي كتلقاها غير كوزينه مفصله. الا عطستي تلقى ما عندك في الارض. انا راه ساكن في الاقتصادي، كيجي عندي واحد الخالي كيضربوا البرد، عرفتي راه عطس اخر مره لحلينا عمران من الشرجم بزاف، وكيقول لك اسيدي دوك الطيور ما كتسمعش الصداع ديال جارك. كتب عرفتي الا كنتي كتعصر العصير في دارك جارك كيعرف هو جاري ولا خطر. سالينا كتنزل من الدروج جار كيقول لك بالصحه والراحه، سمعك من اللي خدمتي شوفوا، وكيديروا ليهم شي فصاله ديال النصاره. انت الصالون ديالك هنا ملاصق مع بيت النعاس ديال جارك، كمل من عندك انت. السلام عليكم الله يعاونكم. اش هاد التخربيق؟ كيبيعوا لك دار عباد الله. شوف عرفتي الا حرك غير شي واحد الباليزه في القطر يوم كيطيح عندك انت ديجا مكتور في الريت شوسي، كتسد الباب ديال البارطمان ديالك كيتحلو ديال الموبل كامل. قال لك ما كيتسمع الصوت. شوف باش نكونوا واضحين، ما بقاوش نكتبوا على المواطن، نبقاو نبيعوه شي حاجه. عاوتاني كتفرج في التلفازه، ديك النهار كنتفرج وحده في التلفازه شاده ساعتين في التلفازه، حقه ما حقه عندها لا شومبر ديال ولدها كريم ما كتدخلهاش الشمس، نزلي لزاكوره ما يسول فيها حتى يشد البكالوريا. انا شكون ردني هكا؟ راه غير سوء الاحوال الجويه. انا راه كنت زعر ملي كنت في البلاد كانوا كيقولوا لي غير الفاسي. بكره عليكم كاينين الناس ديال فاس واقيلا مزيان، واش مزيان هذا الشيء زوين؟ واش نكملوا ولا نزيد بحالي؟ ناشطين يلا سمعونا شي تصفيقه زوينه من عندكم يلا برافو. تحيه للعيالات، تحيه للمراه المغربيه، كنشكركم بزاف حيتاش كتكرفصوا، كتكرفصوا في رمضان والله العلي العظيم. انتوما كتكرفصوا، حنا السريط والمريط والنقير. واحد قال لمرتو علاش هذا البغرير هذا فيه غير 8 ثقبات؟ سير كمل ليه 26 انت، حاسب شحال من ثقبه في البغرير داكشي فاش حاد. انا كيبقاو فيا العيالات، انا مشيت البارح لقيت المدام مسكينه مكرفصه 12 ديال الليل وباقا كتغسل في المعلم. قلت لها خلي داكشي حشومه، خلي داكشي حتى للصباح وغسليه، فين غنمشيو كاع حنا؟ العيالات كيتكرفصوا، المراه شوف دابا المراه فيها الام ديالنا الزوجات. العيالات دابا شحال عندهم من عيد؟ عيد الحب، عيد المراه، هابي فالنتاين، عيد الاسره. الراجل عنده عيد واحد والله ما دخل الحولي لا دخل الدار. هذا هو الفرق بيناتهم. هاد الايامات كيتحدثوا الناس على بزاف ديال المشاكل اللي كيوقعوا بسبب هاد المشقوف هذا اللي هو التليفون. انا واحد السيد شيباني في البلاد قال لي راه علامه الساعه كملوا ملي خرج البورتابل. قال لي كيفاش؟ قال لي ياك ذاك المسيح الدجال عنده عين واحده؟ قال لي ايه. قلت لي ايه. قال لي ها هي. هذا دار مشاكل بزاف. انا شي ناس في البلاد كنت كنحترمهم كنوقرهم، كنت كنمشي للبلاد كنبوس ليهم يديهم. دابا كتمشي كتلقاه داير لابس جلابه تفوح منها رائحه المسك وشاد البورتابل كيتسنى التسونامي. كتدخل الخاوي كتلقى كلشي متكي على الحيط وشاد البورتابل تاعي هنا كيتفرج هو وابليس.
كيبدا بالشيخات كيمشي لدايزي تجي كيشجع المنتوج المحلي وكيتفرج وكيعاير كيقول لك هاد النظاره خرجوا على الوقت وانت دخلتي عليها. وكاينين شي ناس كنت كنحترمهم، واحد السيد مؤخرا مشى للعمره 8 ايام وهو في العمره اش كيصيفط ليا في الواتساب اذكار الصباح اذكار المساء صلاه الفجر. شوف كيف يقني الفجر نصلي ما كاينش. نزل في مطار محمد الخامس مع النزله صيفط ليا واحد التصويره ديال واحد الكاوريه قرطاسه مع راجلها معاهم ثلاثه د الوليدات ديالهم قرطاسات مكتوب فيها عنده الزين عنده الحمام دايرو في دارو. واش هذا مشى للعمره ولا مشى لتركيا؟ وكاينين شي واحدين اللي كيدوزو 6 شهور ديال الميركاتو ديال المشاكل وكيمشي قال لك للعمره باش يمسح البورطابل دار مشاكل. انا واحد السيده كنعرفها كانت غتطلق على قبل البورطابل، واحد مسخوت الوالدين صيفط لها ميساج غلط الناس تدخلوا وهذا باش يصلحوهم والحمد لله. شوف داكشي علاش كنقول لك الانسان يتزوج من الاصل، حتى الا كتطلق ولا كاين مشاكل الناس كيوقفوا معاك، الانسان ياخذ الاصل. على ميساج كانت غتمشي الحمد لله تدخلوا الحباب والوالدين ورجعوها لبيت الزوج ديالها راه بخير عايشه معاه مزيان دابا، ولكن كتلقى السبت مع هذاك اللي زفت ليها الميساج.